أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أن الوزارة ستدعم السلع الأساسية التي تهم المواطن والتي لا يستغنى عنها في كل بيت. وقال العيبان خلال مشاركته في الملتقى النيابي الوزاري الأول مع أهالي مدينة جابر الأحمد السكنية إن وزارة التجارة لديها خطط لتطوير التموين، منها تطوير الخدمات عن طريق الأونلاين وتوصيل التموين إلى المنازل. وأضاف أنه من ضمن الخطط كذلك توفير 50 موقعاً جديداً لمخازن التموين بمساحة 1000 متر مربع لكل موقع منها في مدينة جابر الأحمد. وأشار إلى وجود حرب على التموين من قبل بعض المتنفذين، مؤكداً أن الوزارة ستدعم السلع الأساسية التي لا يستغني عنها أي بيت وليس الكماليات المضرة. هذه السلع أصلاً غير مدعومة من الحكومة، هذه السلع الحكومة توفر. يعني أنا كحكومة قاعد أقول حق التاجر تبي تحط سلعتك عندي في فرع التموين تعال حطها، لكن بشرط تعطيني سعر أقل من أسعار الباجي عشان المواطن يستفيد. إذا أنت ما التزمت في سعر مخفض أنا ما أحتاج أني أخدمك وحط وأعرض سلعتك عندي وأبردها وأصرف عليها، ما أنا محتاج هالشيء هذا. لكن إذا أنت والله تعطيني سعر مناسب حق المواطن اللي أنا بيخدمه، لا والله حياك الله وتعال حط سرعتك. وبالنهاية اللي مستفيد المواطن، فأنا هدفي بالنهاية أن يفيد المواطن نفسه أن يحصل على سرعة رخيصة أرخص من باقي نقاط البيع.